نحن هنا ببث مباشر عبر الأقمار الحسابية الطبيعية والجغرافية والتراثية، نقول لكم هذا الحدث العظيم، هذا الحدث الطويل أطول من جرار ذيله بشوي، ونلتقي مع المشاركين. مرحبا. مرحبتين ومرحبتين، وين المهدد بيتي وين، وين محمود وين معروف، وين الياس وين حسين. ممكن نتعرف عليكي؟ أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقاك تسألي ولا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي إلي. كل ما أسألك سؤال بتجاوبني بغنية؟ غني لي شوي شوي وغني لي وخذ عيني. شكرا لك، نكتفي بهذا القدر. قدر أحمق الخطى سحقت تامتي خطى. شو هالبنت أكيد فيها خشية، طيري طيري من هون. طيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، ينسان الزمان على سطح الجيران. شو قالوا لك عني؟ الخمش اهبل حمار، بحبك يا حمار بحبك يا حمار، انا بزعل قوي لما حد يقول لك يا حمار. طب انا كمان هون شايف وجوك، ممكن نتعرف عليكي؟ حاملة هالسلة معي مليانة معاني وتعابير، لا أقول كلمة توفى لستي أمير اللي علمتني معاني التضحية وبعد معاني كثير. يا ستي يا رمز القوة والشجاعة والنجاح، يا رمز الحب والعطاء ودرب الصلاح، يبقى ذكر بينا معروف جدنا أبو الأمير جدنا فلاح، بأحضانك حرمتينا في مدرسة وعنتينا. نحن زهور النزهورة ونورنا إذا شعشع بيكون من نوره، بدموعك رعيتينا وبضحكاتك تحظينا، ومهما كبرنا وشو ما صار مش راح يتغير هالمسار، مسارك مسار النجاح راح يبقى لنا هو الشعار. لعلمه في التعليم الانسان بيكبر، رجاحه اكيد في يوم ما راح يخسر. زمان واقف بستنى، واقف بستنى مستقبل وطلاته، شو حامل معه وشو مخبيلنا بسلاته. وجاي الماضي ماهر فوق الريح عم بيسرق بياته، طالع من بعيد بعكس روكاسا. بكاسه من خشب الذكريات محفوره عم ينكش لك شاته، وهالايام اللي جاي وقفت خطا بين اصول الخوف والامل، بين الشجر عم تستنى طلوع القمر ليجيب يوم الفرح سهراته، ومن نبعه الماضي الليل بساحتنا بيشرب مياته. مين حضرتك؟ ولو مش عارفني؟ لا والله بلا زغرة، مين حضرة الأخ المختار؟ أنا اللي رفقتك كل هذا المشوار. مشوار؟ أي مشوار؟ مشوار العلم والمعرفة، مشوار اللعب والمرح. يانا ايام كنت تقعد عجنبي مرة بزحل ومرات بفرح، ولما الدرس مش عاجبك تكون قاعد سرحان وتصير فرصة معلي اشكال والوان. متأسف منك، الذاكرة خانتني ولو لهالدرجة نفتني. انا طول يا اغلى صديق رفقتك من صف البستان حتى نهاية الطريق. ومين حضرتك؟ انا مش راح اخبي عليك ولا ناوي اسوي فيها دروس وحصة، اما الشجرة اللي تحت فياتها كنت تقعد فيها الفرص. ومين حضرتك؟ انا كنت حدا، كنت مثل بي ربات، سنين وشهور رافقتك ولو شلي نساك. الباقي للشباك ايام الحر والشرط كنت ابعث لك النسمات العليلة، وفي الشتاء كنت ترجف من كثر البرد. الباقي للوح ما فيوقع عليك، متأثر منك الذاكرة خمتني. أنا جاي أقدم فقرتي فين بعد السهرة الطويلة بعد بكير. أي سهرة؟ أي سهرة؟ إشي أهم كتير، إشي أهم من حفل التخريج. إشي مهم كتير مش تهريج، بي جدي بدأ يتجوز اليوم مع إله في المستشفى ومع كل النبريج. بي جدك بعده عايش وبدأ يتجوز وعامل منتزه كمان. طب شو قالوا المشايخ؟ بدهم يقاطعوا أهله وهن يا حرام ما دخلوناش في الموضوع. طبعا ما دخلونا الفرد عذار والمجاحل، الحق كله عذار جد ولا بي جدي، هن اللي غاصبينه.
ومين حضرتك؟ انا من غيري كنت بتكون مضغوط، قدمت لك كل اشي على صينيه منفوخه وكل المطلوب. متاسف، مين حضرتك المضغوط؟ ولو بتبسل علي بتفوت العالم يا حبوب. انت لقيتني الحصول صح، وبدي اقول لك هيك من الحصول صايبه صابني فيروس. بعد الاستماع الى هذا الشعور نستمع الان الى كلمه رئيس مجلس الطلاب الطالب ايام جماله. مساؤكم خير ومحبه، مساؤكم مسك وعنبر وموده، مساؤكم حب، حب يفيض داخل قلوبنا، قلوبنا التواقة دائما للقياكم. اهلا وسهلا بكم بهذا اللقاء المميز والشيق، لقاء الايدي العامله والكادحه من اجلنا، السباقه لطلوع الشمس في وجهها، الشامخه بعطائها اللامحدود. انت مديرتنا الغاليه ام امير رجديه دراني، انت العين الساهره على مصالحنا والام المخلصه والمربيه الفاضله. أنتم أهلنا، السند القوي الذي نتكئ عليه، أنتم الذين تضحون الكثير الكثير من أجلنا، نحبكم ونحترمكم. أنتم زملاء الطلبة، رونق هذا البستان الينعم، عرسان هذا الحفل الرائع، ضوء حفلنا وأمسيتنا. أنتم أيها الضيوف الكرام، نفرح بلقائكم ونستمتع بوجودكم إيانا، أهلا بكم. كثير ما قلبي مع 300 عامل في المجلس المحلي مش تابعين لبس من التربية والتعليم، ولكن هوني من غير معاش، وانا من هوني يعني قول ان شاء الله انه هاي الازمة تنحل، لانه بيستحق كل تقدير. مديرة المدرسة الابتدائية الف السيدة رشدية درانية المحترمة، حضرة المفتش قديم سالم المحترم، حضرة مدير عام البلدية الاخ رياض حسون المحترم، زملائي في قسم التربية والتعليم ندى وامين، رئيس لجنة الاهالي الاخ وكيل حسون المحترم، رئيس لجنه الاهالي السابق الاخ سامي وهبي المحامي المحترم، نائب المدير الاخ خضر ابو حمد المحترم، الزملاء المحترمين، الهيئه التدريسيه المحترمه، حضرات الاهالي والطلاب والخريجين المحترمين، اسعد الله مساءكم. تعودنا على هذه اللفته الطيبه من قبل المدرسه الابتدائيه حسون، وهذه المرة يأتي هذا التخريج مميزا وخاصا. تعودنا أن تقوم هذه المدرسة بتجسيد مثل هذه اللحظات بأمسية خاصة، والتي تأتي لدعم الطلاب وتكريم الخريجين وذويهم. مثل هذه اللحظات نتذكرها دائما، لأنها تبقى ساكنة في الذاكرة لا تمشيها السنين. جئت من البلدية رافعا لكم في هذه المدرسة التحية على المجهود الذي قمتم به، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج الطيبة والعالية. جئت مقدرا كل العاملين في هذه المدرسة من إدارة وهيئات تدريسية وموظفين على عطائهم، ومقدرا للأهالي دعمهم ومرفقتهم لأبنائهم. التحسين المستمر في النتائج والتقدم الملموس في السلوكيات ورفع موضوع القيم الاجتماعية والأخلاقية على مقدمة سلم الأفضليات، والبرامج المميزة التي تحث الطالب على الاشتراك، إنها ثمرة العمل المبرمج، إنها ثمرة المجهود الإداري، إنها ناتج العمل المشترك للطواقم التدريسية، والتي يدعم فيها الواحد الآخر والفرد يتحمل المسؤولية داخل المجموعة. نجاح هذه المدرسة يتكلل هذا العام بالتحصيل التعليمي والمبادرات الجماعية. نحن نعرف أن الطريق ما تزال طويلة، ونحن نعرف أنكم تعملون تنجحون وتخطئون أحيانا، لكننا نعرف من الناحية الأخرى أنكم ثمرة هذه البلدة، ونعرف أنكم تعملون بضمير طيب وبأخلاق عالية. فهنيئا لكم، أولا لأنكم تعملون وتتحملون المسؤولية ولا تخافون الخطأ، وثانيا لأنكم تخدمون أهلكم وأبنائكم في زمن أصبحت فيه العملية التربوية شائكة وصعبة. كل ثقة أن العطاء والعمل سيستمر وسيعطيكم الحافز والدعم للوصول إلى امتياز آخر وآخر، وإلى تحصيل أفضل وأفضل، وذلك لتبعث النجاح في سماء الكرمل الحبيب. للخريجين أقول، الدالية تحتاجكم لكي نبني المستقبل الزاهر لهذا البلد. الدالية تحتاجكم لتكونوا المرآة الحقيقية الناصعة لقيادة مستقبلية. الدالية تحتاجكم لمن يضيء ويضحي من أجلها ويرفع اسمها المتلألئ عالياً.